مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. انا سي احمد، سي احمد فائز جمعاوي، غيدخل على خط اعمال السحر والشعوذة اللي كدار في مقبرة غفران، خصوصا فترة عاشوراء. كما قال سي احمد ان هادشي اللي كيديروه صعيب وصعيب بزاف، كيفنوا طلاسم في قبور. ونخليكم مع سي احمد يحاول يقربنا شوي بحكم انه فائز جمعاوي هنا بالمنطقة، عنده دراية، يحاول يقربنا بعض المسائل اللي كيعملوها الناس سامحهم الله. سي احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلم على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم رب العالمين. في البداية كنبغي نشكر شوف تي في اللي كطرق لهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة، هي فترة عاشوراء. هذه فترة عاشوراء هي ظاهرة عالمية، ان كيفاش كيتبركوا بها الشيعة وكيتبركوا بها بزاف الناس اللي ما عندهاش ايمان قوي. بالنسبه للمملكة المغربيه، الوطن ديالنا، هو ان المواطن المغربي عنده بزاف ديال الثقافات، والثقافه السائده هي ثقافه التطير والاعتقادات السائده، وهذا الشيء راجع بالاساس الى الجهل والناس القدام اللي خلاو لنا واحد الموروث اللي ربما بدا كيتراجع شيئا ما مع هاد الجيل هذا. رغم ان هاد الجيل هذا شويه حيد منه الحياه، ولكن كيف ما كنقول لهم ما كيامنش بالسحر وبالشعوذه. بالنسبه لمقبره الغفران، هو بحكم السكن ديالنا فوق سكه مانيانا اللي معروفه بشارع واد الذهب، والقرب من المقبرة سباتة الكبرى اللي تغلقات، وكانوا بزاف ديال كنا كندخلوا لذاك المصيد والفراخ وداك الشيء، كنلقاو مجموعة من مظاهر الشعوذة بحال السبوبات، بحال التصاور، بحال مكشوف فيهم، بحال كتلقى بعض المرات مش مخيطين اللي فمو معدين عليك، بعض المرات كيشحوا، بعض المرات طيور، بعض المرات كنلقاو الحجامات معلقين في الشجار كنلقاو. وهذه كلها معتقدات سائدة، هو السحر حق والعين حق، ولكن كيبقى القدره ديال الله سبحانه وتعالى فوق اي حد. والايمان بالله واتباع طريق الله هو كتحميك من هذه الشعوذه وكتحميك من العين. بالنسبه لمقبره غفران، هي مقبره، اكبر مقبره في شمال افريقيا، ان لم نقل في افريقيا. وهذه المقبره هذه اللي كان فيها واحد السير، ان لم نقل تسيير منطقي، رغم انه شافته مجموعه من الخروقات الماديه وهذه وهذه وهذه، داك الشيء كيبقى من لهم المواليهم. ولكن بالنسبه حنا ما كنحملوش المسؤوليه الاداره، ولا ما كنحملوش المسؤوليه الخدامه، لان المواطن المغربي هو اللي كنحملو المسؤوليه، لانه هو اللي عنده معتقدات. حيت الانسان اللي بغى يقول بك غيقول بك، تكون ابي الكبير ويقول بك. اما بالنسبه للمقبره، هو بحال كنقولوا غابه شاسعه، ان مرا داخله ناويه نيه مبيته وجيبه معاها شغله، كتجي زيار واش غادي يمكن لك تدير لها السكرانير؟ ما يمكنش. كيبقى الايمان، وهذا الشيء كنقولوا، كنوجه واحد الرساله للام المغربيه والاب المغربي والاخت المغربيه، هو ان الله الا بغى لك شي حاجه راه بغى لك. والانسان ما ياديش خوه المسلم، راه الناس اللي ما كتخافش الله راه واحد النهار غيموت بنادم، راه واحد النهار غيموت بنادم. والله العظيم انا كنعرف واحد المراه، راه هي دابا في دار الحق، كانت كتمارس هاد الشعوذه وها هي ماتت. اش دات معاها؟ اشنو دابا كنقولوا؟ ربما داك الشيء كيبقى العمل ديالها بينه وبين الله. ما تصادفش مع شي حاله في المقبره، شي حاله غريبه، شي حاله صعيبه؟ بيني وبينك انا صراحه مقبره سباته، مقبره الاخرى ما عمرني تصادف شي حاجه. مقبره سباته لقينا دوك الحجابات معلقين في الشجر، كيديروا لهم خيوط وكيعلقوا في الشجر. ربما كيقول المعتقدات هو ان هذاك ملي كيتحرك ذاك الحجاب مع ديك الشجره والاوراق ديال الشجر، راه كتحرك المشاعر ديال شي شخص ولا شي بنت ولا شي حاجه. لقينا مش مخيطين اللي فمو، لقينا فكرهم اش اللي كيخيطوا فمو؟ ربما باش زعما كيديروا ليه شي حجاب فمو لداخل باش ما يلوحوش ليه، باش يبقى ديما داك السيد ساكت ولا زيزون. وهذا الشيء هو المعتقدات اللي كيقولوا انه اعتقادا بان ذاك المش راه هو اللي غيسكت هذاك الانسان. ما كيعرفوش بان الله هو اللي كيدير كل شيء. يقدر هذاك الانسان يسحر ذاك الانسان بالديمو ويخلي ذاك السيد بحال ما بقى.
المعتقدات صراحه تحزو في القلب الناس زعما. بالنسبه اسمح لي قاطعتك، بالنسبه للطراسيم في القبور علاش الناس كيديروا بحال هكا؟ شنو المعتقدات اللي عندهم؟ المعتقدات هو ان بان القبور ودوك الناس الموتى بانه تقربا من الجنون ولا تقربا من الصحراء ولا ما عرفت شنو هما كيبغيو له، كيقولوا له الروضه منسيه وداك التخريق زعما الانسان ما كيقربش لذاك الشيء ولا شيء، ولكن هذا الشيء راه كله معتقدات سائله. واش نظرك انت السبب هو المجتمع المغربي اللي بقى على عنده بحال المعتقدات، ولا ما كاينش واحد الحراسه مشدده في المقابر؟ بالنسبه لي شوف بالنسبه للحراسه ولا بالنسبه هي بالنسبه للمقابر، حنا نقدر شي انسان بغى يسحرك يقدر يجي عندك وسط كوميساريه ويدير لك السحور وسط كوميساريه، اللي بغى يخدمك يخدمك كيف ما ادراك هو ان مقبره الغفران كنقول لك غابه وفيها حراسه وفيها اداره، ولكن راه كتبقى مسائل هو المعتقدات الشعبية والنية المبيتة والخبيثة ديال يدير واحد المسألة راه كيوصل لها بأي وجه كان. داكشي اللي كيديروه بالنسبة لأدي شي واحد آخر يعني خويا المسلم. بالنسبة لي كاين الناس راه كاين ربما كنقولوا راه كاين واحد الحق والسحر حق والعين حق، ولكن هذه المسألة راه الناس كيضطروا بها، وهذوك الناس اللي كيضطروا راه الحق ديالهم غياخذوا غدا يوم القيامة، وهذوك الناس اللي ضروهم راهم غياخذوا العذاب الآلي، لأنه كيضر خوه المسلم. واش كاين خوه؟ كاين اللي كيضر خوه، كاين اللي كيضر ختو، كاين اللي كيضر عمو، كاين اللي كيضر بزاف الناس ديالو. ما كنعرفو فترة 10